إيران تبقى الدولة الراعية الرئيسية للإرهاب في العالم. وكشف أيضا أن الرئيس ترامب قال البنك المركزي بأن زيادة أسعار الفائدة تبدو مناسبة مع التقدم الاقتصادي رغم البطء بعض الشيء. مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من العاصمة الأمريكية. المدى البعيد لا أحد يعلم حتى الساعة. القيادة الجمهورية من جانبها تريد من الرئيس الأمريكي للحفاظ على الاستقرار في كل من العراق وسوريا، وذلك بعد هزيمة تنظيم داعش. رنا أبتر، الحرة، الكونغرس.